قصر القامة ما فيش له تأثير سلبي إلا إذا كان صاحب الشغ... يعني صاحب القصر القامة حاول يبني شخصيته، يكون حاله بين الناس، يسوي له احترام وقيمة، هذا إشي مش راح يأثر. لكن في ناس قصار قامة، يعني أنا واجهت كثير مؤثر سلبيا حياتهم، يعني في عندهم تأثيرات سلبية إنه ما بيطلعوا برا وما بيحكوا مع حدا. لكن الإشي عكسي كحمزة، يعني حمزة له أصحابه له ناس وله قيمة وله احتراماته في كل مكان، يعني وعلاقات حلوة وقوية وحبابة. طولي 1.29 بالضبط. هو من ناحية إنه كثير ناس بيسألوني إنه منين بتجيب لبسة، طيب كيف بتلاقي على قدك؟ عادي في كل إشي، البلايز التيشيرت وكله بيجي مناسب، بس البنطلون بجيبه هالقد، بجيبه هالقد وقص منه هالقد. هو بس البنطلون بتقصر منه كثير، ولا اللبس طبيعي جدا والشوز عادي جدا كمان. الحمد لله إنه كحمزة كشخصية كلها مناسب الحمد لله. الحياة الجامعية لها تأثير إيجابي، إنك أنت طالب جامعي مثقف ومتعلم وبين الطلاب، حتى إنه يشوف واحد قصير قامة، خصوصا بمجتمعنا الفلسطيني هنا فيش، نادرا ما تلاقي حدا بوضعي هيك وإنه بيدرس بالجامعة وبين طلاب وبروح وبيجي وبأخذ معهم مزح وهيك. أنا بدرس إدارة أعمال، فإدارة أعمال أنسب إشي لوضعي، يعني بتضمن بشغل مكاتب وهيك. عرفت فهمس كأخوي أشطر من أخوي وشرب راقي ومرح وكل شيء بتشيها بتلاقي فيه. لما تعرفت عليه تعرفت عليه في الجامعة، كان يستخدم كتب وكيح وكان رايح جاي مع الشباب، فحبيت أتعرف عليه. شفت ابتسامته عن بعيد دائما ظهور، فعجبني وضعه.